اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا يا هو يا بلبلا غرد بكل مطافي فلقد ملكت من الغناء شغافي إني طربت وهاجني لحن الهوى لما هززت مسرة أعطافي. لا وحصانة وبه كمال الدين والإعفاف فيه السمو وراحة نفسية بين القلوب لحكمة الإلاف. لا بنت أصالة ويزينها خلق
خلق كريم صافي فخر الفتاة بخلقها وبدينها ولباس ثوب فضيلة وعفاف. لا إله إلا الله. فاظفر بذات الدين خير خليلة كنز ثمين بل معين بل معين صافي لا يخدعنك من الفتاة جمالها واحرص على الأخلاق لا الأرداف. لا من منبت السوء الحقير الجافي هي سنة محمودة فاستمسكوا في هديه ذاك الدواء الشافي. لا مخلص من حبكم والله للعرسان أعظم كافي صلى المليك على الحبيب محمد فخر العوالم ذي البيان الشافي والله والحمد لله رب العالمين. Yeah.
واسألنا لم تبقى واسألنا. Thank you.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه يا يا بلبلا غرد بكل مطاف يا بلبلا غرد بكل مطاف فلقد ملكت من الغناء شغافي إني طربت وهاجني لحن الهوى يا سيدي لما هززت مسرة أعطافي يا سيدي إن الزواج سعادة وحصانة وبه كمال الدين والإعفاف فيه السمو وراحة نفسية يا سيدي بين القلوب لحكمة الإلاف حسن اختيار الزوج بنت عصالة ويزينها خلق كريم صافي فخر الفتاة بخلقها وبدينها يا سيدي ولباس ثوب فضيلة وعفاف يا سيدي فاظفر بذات الدين خير خليلة كنز ثمين بل معين لا يخدعنك من الفتاة جمالها يا سيدي واحرص على الأخلاق لا الأرض من دون مفسدة ولا إسعاف هي سنة محمودة فاستمسكوا يا سيدي في هديه ذاك الدواء الشافي Thank you.
لم يكن في التشهد لا وبلينا بيدي كل شيء.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه. بالكذاب تعبر الله سهالا بخت ما كان في حسن الرجاء رسمالا. لا قبل سؤالا يا الله ارحمه واجعل في جنانك حلالا. لا اله الا الله هو الاله واصحابه وجمله عيالا والصلاه مختار ختم الرسالة الحبيب الذي صيفه عليه الجلالة النبي الذي ما جدت لحق مثالا. عندهم يحضر نهار الكيالة والفصلوا على من كلمته الغزالة والحمد لله رب العالمين. فيها إذا رأيت النبي لترى طيبة وتطفئ نارا شوقي فيها
إذا رأيت النبي من بشيري بالوصل في الحب أني من بشيري بالوصل في الحب أني يوم وصل الحبيب أبعث حيا يوم وصل الحبيب حتى أرى بديع المحيا فأعني على الدنو بكشف الحجب حتى أرى بديع المحيا يا حبيب الإله جئتك أسعى يا حبيب الإله جئتك أسعى حفيدا ماشيا على عيني حفيدا ماشيا على عيني بفؤاد متيم منك حظا وانشر رضاك علي فإذا كنت راضيا فأنلني منك حظا وانشر رضاك علي.
Na kuwapokea wageni wetu wapendwa watukufu wanaoingia polepole, tukimwona mudiri wetu wa markaz pia amewasili, tumwambia karibu, hawa ni wanafunzi wako, kwa hiyo wewe kuteza si sunna, ni wajibu. Sasa atakwenda live ni magisa kwenda live. Magisa kwenda live. Kama kisa kwenda live nenda. Basha hiyo. Nitaka patana kwa kutawali. Inshallah. بشرك يا
منك لم ترق
ولست مبرئا من كل عيب فأنك تدخل الصف ما تشاء وَأَنْتَ